فقولوا لي بقى السنه دي موسيماني جالكو القطاع وكانت زياره مهمه جدا وزياره مهمه لمستر موسيماني انه يكون قريب من اللعيبه وقريب من المدربين. مستر موسيماني كان معاكم وكمان متصور معاكم في صوره، قال لكم ايه يا حسام؟ هو قال لنا انا اتفرجت عليكم وانتوا معانا على الهوا. بص معانا الزياره ودي كانت في اوضه المحاضرات. انا كنت ساعتها طلعت حتى اتكلمت معاه. فهو قال لنا انتوا ان شاء الله شغالين. قلت له يعني احنا عايزين نشوفك كتير. ايوه. وتيجي تتفرج علينا اكتر واكتر يعني في الايام الجايه الماتش الجاي. هو قال لنا انا اتفرجت عليكم وانتوا عملتوا ماتش كويس وجبتوا جوان الحمد لله كان كله تمام. المباراه اللي اتفرج عليكم كانت الانتاج الحربي يا ابراهيم. كانت الانتاج الحربي وكسبناها 4-1 المباراه دي. وحسام كنا بدايه الشوط الثاني دخل فينا جون. رحنا واخدين يعني كانت النتيجه 1-0 الانتاج الحربي الاول. بعد كده رحنا واخدين الكوره. واللعيبه كلها رجاله بصراحه شجعنا بعض وفضلنا مكملين على نفس الريتم اللي هو اللي احنا هنجيب والحمد لله نسي العمار وليد برده من اللعيبه الكويسه ومعوض واللعيبه كلها وجاب عمار جاب الجون الاولاني بعد كده حسام جاب جون بعد كده عمار برده حط جون وبعد كده انا حطيت الهدف الرابع. يعني حسام وابراهيم سجلوا في المباراه دي. الحمد لله. طب تعالوا نشوف الصوره بتاعتكم بقى مع مستر موسيماني في الملعب. دي الصوره اللي كانت في ملعب 4 هناك بعد المباراه صح؟ صح. كنتوا سعداء ومبسوطين لما مستر موسيماني جالكم قطاع الناشئين؟ طبعا كنا سعداء قوي اللي احنا مستر بيتسو موسيماني جايين يتفرج علينا في المباراه ديت. برضو يعني واحد يعني احنا عايزين نطلع الفريق الاول والفرقه كلها برضو رجاله وعايزين ان هي بعد سنه ولا سنتين تكون متواجده في الفريق الاول. وكان طبعا لما جه الماتش كنا كلنا رجاله وعملنا ماتش كويس الحمد لله. قال لكم ايه بقى على المستوى الشخصي حسام؟ مستر موسيماني ليك انت وابراهيم قال لكم على المستوى الشخصي. هو قال انا اتفرجت عليكم وانت عملت ماتش كويس وكنتوا متاخرين لكن انتوا سجلتوا اهداف انتوا الاثنين كويس وماشيين تمام يعني. هو يعني كنا ماشيين احنا في الماتش ده كويس قوي وعاملين ماتش كويس يعني في اليوم. نصحكم بايه يعني اهم النصايح اللي قالكم مستر موسيماني لما كنتوا في الاجتماع وكنتوا لوحدكم؟ بس هو قال لنا ركزوا. ايوه. ويعني انا حلمي ان انا اصعد منكم كتير يعني ان شاء الله في السنين الجايه تلاقي ناس منكم متصاعده وهصعدكم للفريق الاول يعني ان شاء الله. شايف الصوره الجماعيه كلها. بص دي الصوره الجماعيه مستر موسيماني الكابتن خالد بيبو بروكيتش صوره جماعيه خدتوها بعد المباراه اللي انتوا فزتوا فيها وكانت مباراه حلوه جدا. طبعا يعني على طول برضو في كل ماتش يا كابتن خالد بعد الماتش بيجمعنا كده وبيفضل يقول لنا هايلين وكويسين وعايزين نمشي على خطوه ثابته. ما نرجعش كسبنا ماتش خلاص اننا ننسى الماتش ده بقى ونفكر في الماتش اللي بعده. هو كابتن خالد بيهو من اكتر الناس اللي بتدعمنا في النادي وعلى طول واقفه جنبينا وعلى طول بتشجعنا يعني.